سلمى، مع هنا لنا نتذكر بننتقل لمادتنا التالية، الفعالية اللي ما زالت عم تحصد نجاحها بردود أفعال الناس الإيجابية واللي أثبتت على جودة الفكر وبراعة التنظيم، بالإضافة إلى جمع عدد كبير من الفنانين على مسرح واحد في سابقة الأولى من نوعها. كما توجت هذه الفعالية بتوزيع الريع على المصابين من عمال النظافة والإسعاف والإطفاء والكهرباء. للحديث أكثر عن فعالية هنا لنا نتذكر اثنان معنا، الكوتش كريستينا كشر من الفريق المنظم للفعالية. أهلا وسهلا فيكي على شاشة الإخبارية السورية. صباحكم سوري بامتياز نور وسلمى. صباحك كوتش. بداية قبل ما نبلش، كيف كان التوزيع بحلب؟ كيف كانت حلب؟ كيف شفتوها؟ حلب أنا زرتها بزيارة عمل من 5 أشهر، فلما كنا فيها الأسبوع الماضي لمست قدي صار في انتعاش عند أذهان الناس، أسلوب حياتهم اليومي. حتى بعض المحلات كنت شايفتها من 5 أشهر مسكرة والإزاز محطم، شفتها مدهنة وحاطت واجهات إزاز جديدة. هي كلها رموز ومؤشرات ودلالات أنه حلب عم ترجع تنبض بالحياة. أكيد، ويمكن الشهر القادم نحتفل بعام على انتصار حلب. خلينا نحكي عن الفعالية بحلب كمان إلى خصوصية نوعا ما. مراسل الإخبارية السورية كان متواجد ونقل وقائع الفعالية، بس قديش فعلا لمستوا من الناس في تفاعل وفي نوعا ما هيك خصوصية، خاصة لما نتذكر هدول الأشخاص اللي هن جنود مجهولين يمكن ما بنسلط الضوء عليهم بشكل كبير. هلأ عم يستحضرني المثل القائل، الحكي غير الشوف. صحيح. لهيك قد ما حكينا يمكن ما بنقدر نعبر. يا ريتكم كنتوا معنا عشتوها هاللحظات. بس نحن منحب بداية نشكر. نحن هيك حابين بهالمقابلة معكم نبلش بالشكر باسم عراب هنا لنا الأستاذ دريد لحام، باسم زملائي بالفريق التنظيمي. منحب نشكر كل شخص ساهم، إن كان مساهمة تطوعية معنوية أم مساهمة مادية، إن كان بشراء المواد الترويجية، بشراء البطاقات حفل مسرح الأوبرا اليومين، أم بشراء بطاقات حفل العشاء. منحب نشكرهم لأنه مجموع هالمساهمات هي اللي شكلت الريع يلي راح للشريحة المستهدفة والجيش الخدمي. شكر خاص كمان ل وزير ووزارة السياحة للتسهيلات اللوجستية والاهتمام المعنوي الكبير يلي قدموا لنا اياه أثناء تواجدنا الأسبوع الماضي في حلب. وشكر خاص أيضا لمحافظ ومحافظة حلب، مع ذكر الألقاب طبعا، مع حفظ الألقاب، لكمان التنسيق المحترف يلي صار قبل تسليم الريع. قدي كان في مصداقية عالية واحترافية بإعطائنا قوائم العمال المصابين، وأيضا لاحتوائهم لهال فعالية اللي كانت الأربعاء الماضي بالمناسبة. بعد الشكر خليني أحكي لكم نحن ليش منحس دايما بالفرح، ومنكون بداية نحن وعم نخطط لهنا لنا منكون عم ترسموا الصورة تماماً. منكون ناطرين هاي المناسبة اللي هي الشكر والتكريم، لأنه نحن منتوج الفعالية بهي المناسبة. المرة الماضية بمحافظة دمشق بحضور محافظ دمشق تم تسليم الريع بنفس الآلية بشكل شخصي وبظروف نفس الشريحة المستهدفة، وهالمرة بحلب. والإخبارية السورية عم تكون شريك إعلامي لإلكم، عم تحاول قد ما فيها يمكن تنقل الصورة والواقع اللي عم تأدوه على الأرض. صحيح، وبدنا نعمل شكر خاص لمراسلكم كمان، مراسل الإخبارية اللي كان موجود الأربعاء الماضي. أنا وزميلاتي قاعدين قبل ما نبلش، لأنه بلش سيادة المحافظ بكلمة توجه فيها وتشكر كمان نفس الشريحة المستهدفة، عم نطلع بعيونهم. كانوا قاعدين قبالنا وكانوا قاعدين فوق على اليسار وفوق على اليمين على المنصات، عم نطلع بعيون كل شخص. كانوا قرابة 200 إلا شخص إلا عامل، ومقسمين كانوا بالقاعة، مقسمين بالقاعة لابسين، عندك العمال لابسين الألبسة
العمل تبعون. عم نشوف كوتش وحضرتك عم تحكي عم نشوف صور التكريم تماما وكمان لابسين الخوذات الواقية، يعني عشنا الحالة كانوا مشخصنين عملهم، فعم نتطلع بوجوههم كيف هن قاعدين بهالكرسي معرمين مثل ما منقول، كيف لمسنا بتعابير وجوههم. وانتم بتعرفوا لغة الجسد كثير بتعبر عن مكنونات الإنسان، أكيد قديه حاسين بالفخر وقديه حاسين بالفخر لأدائهم لوظيفتهم، حتى لو أصيبوا هن بعدهم رؤوسهم مرفوعة وكانوا حاسين هيك عيونهم في لمعة فرح إنه في مين السوريين تذكرون. أكيد هذا يمكن الفحوى كوتش اللي نحن عم نحكي عليها اليوم. هنا لنا نتذكر طرحت نفسها بشكل فيه إنسانية وفيه عزة، فيه كرامة للإنسان اللي هو عم يتكرم، ما فيه يعني مثل ما بنقول نقص منه. نحن اليوم رايحين نحن لعندك، نحن جبنا كل شيء من نقدر عليه أو قدروا السوريين يتبرعوا فيه لإلك، مهما كانت الأرقام باختلافها فيها لمسة إنسانية. هذا الفرح اللي كان بدي أسألك عليه، قد ايه مهم اليوم لما نقول نحن جمعية عم نقدم شيء يكون شيء محترم بيحترم هذا الشخص، بيحترم قيمة الشيء اللي هو قدمه أيضا بالمقابل. 100%. نحن كمبادرة أحباب يا بلدي لما عملنا هنا لنا ونظمناها نتذكر، ردنا نتذكر أكيد رائد المسرح العربي أبو خليل القباني، ونتذكر عمر حجه الراحل الأستاذ الكبير عمر حجه من خلال كمان لقطات مسرح الشوك، لكن كمان إذا بدنا نعكس ونعطيها أبعاد عديدة لكلمة نتذكر. نتذكر أكيد عم نتذكر أخوتنا بالمواطنة، هالجيش الخدمي، عمال إطفاء، نظافة، كهرباء ومياه وإسعاف. كمان عم نتذكر هذا اجمل تعبير كمان اليوم بنقال عنه الجيش خدم، لانه هم بالاخير رديف للجيش العربي السوري، جنود يعني موازاه مع الجيش العربي السوري. لما الجيش بيتقدم في مدينه هدول الجيش الخدمي بيجوا على هي المدينه لاعاده تاهيلها من اول وجديد، فاكيد من اول الواصلين اكيد، فبنوجه لهم تحيه فردا فردا، لانه قد ما يمكن حكينا كوتش وقد ما عبرنا ما بنقدر انه فيهم جزء من حقهم، خصوصا لانه هن طبقه بسيطه عم تكافح يمكن بكل الوسائل لتامل لنا الشعور هذا اللي عم نحس فيه اليوم. نحن بنرجع لكلمة فرح، نحن انطلقت من الفرح يلي لمسناه منهم قبل ما انطلق، نحن قد ايه هن فرحونا، قال نحن رايحين نفرحون هن مفرحونا، قام طلعنا هن مفرحينا، هيك نحن السوريين على كل حال. ف 100% هو تكريم وشكر ورد جميل. ألقى سيادة المحافظ كلمة عم فصلكم الحفل على السريع، كمان تشكرون، ونحن طلعوا كل عامل مرتبين للظروف حسب القوائم، طلعوا نذكر اسمه كذا كذا، طلع سلم استلم تشكر، تم تشكره يعني، وهو تشكر بالمقابل. الدعوات لحالة اللي كانوا عم يدعوها إن كان بي عيونهم أو ككلمات ملفوظة تسوى الدنيا عنا، أكيد هيك بيكون وصلنا حقنا. حتى تتويج تتويج لهذا العمل، تتويج لهي الفعالية اليوم. تقييمكم كوتش لهذا التتويج؟ التقييم تعرفوا من وين أخذناه؟ نحن أكيد كلجنة منظمة أساسية اجتمعنا قرابة 3/4 ساعة بحلب ثاني يوم وقيمنا، لكن التقييم أخذناه من 3 مصادر. التقييم أخذناه من الإعلاميين، زملائكم الإعلاميين يلي غطوا الفعالية. التقييم أخذناه من العمال أنفسهم لما كانوا ما بعد انتهاء الفعالية عم يتشكرون عم يدرتشوا معنا. والتقييم أخذناه من شارع حلب، عنا رفقاتنا عنا معارفنا بحلب، جانا تليفونات حكوا، حتى واحدة رفيقتي قالت لي أنا قرايبي كان أحد العمال فرجع على البيت عم يحكي لنا كذا كذا كذا. عرفتي؟ التقييم كان كالتالي: ما شهدت حلب خلال السنوات الماضية، هالـ6-7 سنين الماضيات، ما شهدت حفل شكر وتكريم بنفس المصداقية، بنفس التنظيم، بنفس المضمون يلي كان فيه هالاحترام وهالقرب من هالشريحة اللي هن أخوتنا بالمواطنة.
فأنا بس بدي لخص التقييم بهدول. فعملنا قياس ورصد للآراء عبر هدول الثلاث مصادر، وهذا اللي بيكفينا فخر أكيد. من مراسل الإخبارية السورية لما عم نستعرض المادة العمال أو الجيش الخدمي، أنه لما يقول له أنه شو شعورك، أنه أنا كتير فرحان، أو بدي يقول لهم شكرا كتير، شفناها بعيون الموجودين. بالنسبة لكم لما تشوفوا هيدا الإنجاز على الصعيد الشخصي ولا المهني ولا العملي، بتقولوا أنه يمكن نحن أنجزنا الأهداف الأساسية، بس يمكن في مسؤولية وفي قلق بالنسبة لكم بالخطوات القادمة لما نقول نحن نتذكر تماماً وين رح تكون، ووصلنا لشريحة كبيرة، نفس اللي عملته بحلب، مين رح يكون مستهدف؟ فهي هي يمكن المسؤولية عليكم. بعد نتذكر اثنين، وهي نشاطات اللي عم تقوموا فيها، عم نودع 2017 مع 2018، يمكن في قائمة طويلة عم تحضروا لها. كانت الفعالية الأولى اسمها هنا لنا، الثانية ردنا نحط لها اللاحقة تبعنا تذكر، لأن قلت لكم نتذكر كيف عطيناها أبعاد. وهنا لنا الثالثة رح نشوف شو ممكن نعطيها، هيك نقولبها نعطيها باسم، نربطها بشيء معين. لسه ما بدأنا نخطط، مع أنه طلب مننا من الجهات الداعمة لنا كمان أنه بلشوا خططوا، عطونا شو خطة عمل واستراتيجية اللي بدكم تتبعوها لهنا لنا ثلاثة. لكن لليوم، لأن من أسبوع نحن ختمنا وتوجنا، لليوم نحن عم نعيش فرحة النجاح وعم نقطف ونحصد النجاح، لأنه صار سنة وشهر، من سنة وشهر أول مرة اجتمعنا كفريق تنظيمي أساسي، فلسه عم نعيش النجاح، لسه ما خططنا وما اجتمعنا، بدنا أكيد نجتمع مع بس الأستاذ بيولد عندكم قلق. شوف في بفكره لهنا لنا ثلاثة بيولد عندكم قلق نوعا ما. خلينا شو بدنا هيك نعدل كلمة تحفيز. قلق تحفيز أكثر، تحدي، مسؤولية. نعم، أنا بريد نحط كلمتين، نحن نريد أنا وزملائي كلمتين، التحفيز. هو مسؤولية وتحفيز، تحفيز ومسؤولية لهنا لنا ثلاثة. كيف رح نتوجه للسوريين ولبلدنا، شو رح نخبي بطياطة باستراتيجية عملها وبالخطة اللي بدنا نظهر فيها لأي محافظة، كيف وليش ومين الشريحة المستهدفة، هذا كله أكيد مشكورين أنتوا، رح نضل عم نتواصل لحتى نخبر الناس فيه. أكيد. يعني كوتش مثل ما قلتي، لسه بدنا نشوف العراب الروحي لهنا لنا شو في بباله، أكيد بدنا نوجه له تحية والله يطول بعمره. أكيد. الأستاذ دريد لحام هو دائما موجود وداعم أساسي لكل الفعاليات المجتمعية، يمكن بيميز هنا لنا أنه هو كان متواجد بفكره بشكل كتير قريب. السنة فرحنا لما رجع المسرح وأدى ولو مشهد صغير من الشخصية اللي كلياتنا بنحبها، غوار الطوشة. السنة الجاية يمكن في كتير أفكار ببالكم، ولكن خلينا نقول بالأرقام، السنة قديش فرقت هنا لنا من السنة الماضية لهي السنة بعدد الوصول للمستفيدين واللي هنا نجيش الخدم. تماماً. قصدك الأرقام عدد ولا؟ إيه الأرقام عدد، قدي وصلتوا للناس؟ عدد كان قريب 145 المرة الماضية، وهالمرة كانوا 200 إلا عامل. هنن كانوا 201 بالضبط، لكن في اثنين مع بالتنسيق مع المحافظة لظروف قاهرة ما عاد ممكن تواجدوا، أو يعني ما عاد متواجدين كتواجد بالمناسبة، ولكن تم إيصال لاحقاً الريع لإلون. وكانوا لكل، مثل ما ذكر بالإعلام، ما هي أول مرة بذكرها، تم تسليم بظرف مطبوع عليه الاسم وليس مكتوب باليد، مطبوع. خليني نوه لها التفاصيل الصغيرة طبعاً. هي بتعمل الاحترافية، احتراف يكمن في التفاصيل. طبعاً الاسم تم تسليم 45,000 ليرة سورية لكل عامل. طيب خلينا نحكي معك كوتش التشاركية في العمل. لما نقول اسم كبير مثل الفنان الكبير دريد لحام الله يطول بعمره، الفنانين المشاركين لما يكون في تشاركية هالقد، قديش مهم بهيدا العمل يمكن التطوعي على الأرض؟ لما نقول في المثقف، في المفكر، في العامل البسيط، في الفنان، يعني في تشكيلة منوعة، إيد واحدة عم تكون، قديش مهم اليوم التشاركية، جميع الجهات تكون معنية، مو جهة
واحدة نحن عم نحكي، مو محافظة واحدة، نحن عم نحكي عن عدة محافظات، عن عدة جهات. خليني انطلق من مقولة العراب الروحي للفعالية، بيقول الأستاذ لوريد الوطن هو شراكة إنسانية، يعني هو شركة إنسانية وشراكة بين هالناس اللي رايدين كل واحد يترك بصمة ويترك أثر على ذوقه. كل إنسان مهم أثر يعمل قيمة مضافة للبلد. الحلو واللافت للنظر إن كان من الناس يلي تواجدوا كمان على المسرح أو الناس اللي تطوعوا معنا، هذا كله عم نكون شركاء من جميع الأطياف، عم نمسك إيد بعضنا البعض، والفنانين هذا كله قدموه تطوع ومعروف صار هذا الشيء، والأستاذ محمد خير جراح كمان كان متواجد بحلب. صدق إيه هو حلبي وتم أعطاء الريع لعمال حلب، شو عملت ضجة إيجابية وظريفة روحته معنا على حلب هو وزوجته. فتشوفي لما يروح أرني نقول يا الله هلأ أخذ كل الأضواء لأنه الناس بتحبه تهجم عليه بدها تتصور معه. بس حلوة هي المحبة، حلب يعني شغلة كبيرة. حلوة هي المحبة تتوظف هيك طريق إنساني واجتماعي. تماماً، نجي أنا وهيك زميلاتي إنه إيه هلا راحت 5 دقائق 10 دقائق لمحمد خير، بعدين بيرجعوا لنا بيسألونا هنا لنا. هون الاستثمار الصحي يمكن للطاقات الموجودة في سوريا، خصوصاً في ظل الحرب اللي عم نعيشها. نحن عم نتفاجأ دائماً ببرنامج صباحنا غير بالشباب السوري، الجمعيات والمبادرات والنشاطات. مثل ما قلتي يمكن الخير كتر نوعا ما والتشاركية كانت أكبر. الشباب السوري أثبت رغم كل ظروف الحرب أنه هو عنده فكر مبدع واستثنائي نوعا ما، فينا نقول 100%. سوريا ولادة، ولادة بالأفكار، ولادة بالمساعدة والمساندة، ولادة بقدي كان عنا روح مواطنة استثنائية بهال7 سنين. ولادة انتو كإعلاميات أكثر مني رح تعطوا لواحق لكلمة ولادة، نماذج كثيرة فعلا. فمية بالمية يعني حكيكم طابوا. كوتش، بختام حديثنا كلمة بتحبي توجهيها أكيد عبر شاشة الإخبارية، الراعي الإعلامي والشريك الإعلامي لهنا لنا اثنين نتذكر. الكلمة هي إنه قدي حلو وبنسمعك منقول كنا فوق التوقعات كسوريين. فأنا بدي أتوجه لكل هلا المشاهدين يلي عم يحضروكم، إن كانوا جزء أو ما كانوا، ما صح لهم يساهموا معنا بأي شيء بهنا لنا، بس إنه بيكفي إنهم سوريين. بقول لهم مو بس كنتوا فوق التوقعات وتفوقتوا على ذاتكم. فبس هي بدي أنهي فيها، يعني باسمي وباسم كل الفريق الموجودين بمبادرة أحباب يا بلدي وبفعالية هنا لنا، أنه تفوقوا على ذاتهم السوريين. نتشكرك الكوتش كريستينا كشري، يمكن الوقت معك يمر بسرعة، بس أكيد نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم الجاية، مجهود كبير هلأ ناطركم، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا لاستضافتكم. شكرا كوتش، وأكيد دائما هنا لنا. شكرا لك. هنا لنا.